ايه اللي حصل؟ كابوس. حرب من غير نهاية، يا احنا يا هما. من النهاردة مش عادي وانت بتبص على شمس كل يوم جديد هترجع، تبقى متأكد ان النهار اللي جاي جاي ومع النص. ان شاء الله مش هموت. اللي ما بيننا ما خلص. انا ما اقدر اسيب ارضي اللي انولدت وعشت فيها، وان علم مصر هيترفع على الارض اللي راحت. وقت المعركة كلنا واحد. يعني الحرب خلصت وانتوا انهزمتوا؟ اذا مش منتبهين احنا مش هندافع، احنا نهاجم. الممر، الجمعة الساعة 6:30 مساء على قناة مصر الأولى.